لو عقارب الساعة تسوق أو العقارب بتاعة الساعة تسوق أو العدادات بتاعة الساعة تسوق اللي هي الدوريات الصغيرة دي مش مظبوطة، مش واقفة كده مثلا متسنطرة على الصفر أو على التلاتين أو أو واقفة على الاتناشر، أنا هقول لك تظبطها إزاي. كل الفكرة في ده عشان تظبطه في منه تكتين، الزرار ده أو الكراون ده في منه تكتين، هتشد أول تكة كده بالراحة كده، دي طلعت، بص طلعت بسيطة جدا، في فرق بسيط جدا، هتروح دايس على الزرار ده كده دوسة طويلة كده شوية، بص اللي هيحصل اهو، ده بيقعد وتظبط بقى بيه الساعة كده اهو 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 لحد ما يعني اتسنطرت اهي، وبعد كده تروح دايس على الزرار الأخير ده اللي هو بتاع العقرب الطويل ده اللي هو الأزرق ده، دي عقارب الستوب ووتش اهي اهي اهي، دي عقارب الستوب ووتش بقت برضو متسنطرة على الساعة 12، وبعد كده تروح ساحب سحبة مخرجها قوي بره كده، وبعد كده تروح دايس دوسة طويلة هنا على ده بس كده، ودولك كده تقفل دي كده كده، التلاتة بقوا متسنطرين على الستوب ووتش. ولو انت مش عارف تظبطها اكتر اكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هبقى معاك وهكلمك كمان عشان اظبطها معاك. شكرا جدا ليكم، ولو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة اتمنى، لو انت على التيك توك تعمل فولو الاكونت، لو انت على اليوتيوب تعمل سبسكرايب وتشترك معايا في القناة. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.